طبعا اللي بيلعب اللعبة دي بيبقى جواه هدف وعايز يوصل لنتيجة حتى لو من غير. هاخدكم ونروح النهاردة لمشهد في بيت زوجين لسه متجوزين جديد. هي بتقول له انت اتأخرت ليه كده النهاردة، كنت فين؟ فيرد يقول لها ان المدير كلفه بشغل زيادة. فتقول له ايه ريحة البرفان الغريبة دي؟ فيقول لها هو مستغرب، غريبة ايه؟ ده اللي انت جايباه الاسبوع اللي فات. ويمشي والحوار يخلص، ويحس الزوج انه غضبان وعنده مشاعر غضب كده، والزوجة كأي زوجة أصيلة تروح تلعب في التليفون، لحد بعد 3 سنين نكتشف ان الشخص ده خان مراته مع السكرتيرة اللي بتحاول معاه من 5 سنين، وهو بيصدها علشان عايز يحافظ على بيته. كم مرة حسيت انك مستغرب مشاعرك؟ كم مرة حسيت ان الاحساس اللي جواك ده اصلا مش بتاعك؟ حسيت انك متضايق بس انت مش عارف ايه اللي مضايقك؟ حقيقة كتير جدا من مشاعرنا ما بتكونش مشاعرنا اصلا، بتكون مشاعر حد تاني هو رماها عليك، يعني اصلها مش بتاعتك، بتاعت حد تاني اسقطها عليك انت. معقول؟ ايوه معقول. خليني اقولك ازاي. حد بيكون في جوانا مشاعر خوف او زهق، مشاعر احنا شخصيا مش قابلينها ومش قادرين نستحملها وبننكرها ومش حاسين بيها، فبنعمل ايه بقى؟ اقعد قدام اي حد كده او اقعد قدام الشخص اللي حاسس بالحاجات دي دقيقتين اتنين، يقول لك بص انت زهقان، شوف انت متضايق ازاي، اصلا انت اصلا مش مستحملني. وده حتى اصلا من غير ما يتكلم تلاقي نفسك زهقت وقرفت وفعلا مش طايق وعايز تمشي. ساعات بقى بيكون حد تاني مليان خيانه وكذب وطبعه غدر، وبيبدا يرمي عليك الصفات دي في نفسك ويحسسك انك دايما مشكوك فيك، انك دايما هتعمل كده، وانك دايما موضع اتهام، لغايه ما تعمل كده فعلا. انت عارف كم مرة وقعت في الفخ ده؟ انت عارفة كم مرة حسيتي مشاعر مش مشاعرك؟ الحكاية دي اسمها العلمي Projective Identification او التقمص الاسقاط، يعني حد يجي يرمي عليك مشاعر او حاجات مش بتاعتك اصلا وانت قاعد، فتستقبلها بصدر رحب وتاخدها بقى وتتقمصها وتبقى بتاعتك انت. وطبعا في تفسيرات علمية كتير للظاهرة دي. الظاهرة دي ممكن تحصل على مستوى الافراد، زي ان شخص مثلا حد يزرع جواه مشاعر ان هو شخص، انا كشخص مش قادر اقبل مشاعر معينة جوايا، فابتدي اصدرها لشخص تاني، زي مثلا الاقي نفسي بحب وبكره وبزهق وبخون وبعمل حاجات مش فيا بشكل غير طبيعي. اكبر مثال على الكلام ده موظفين الحكومه، اللي يخليك اصلا اللي هم عندهم قدره ان هم يحولوك في ثواني من انسان شريف عفيف ومحترم لانسان تاني بيزوغ وبيرشي وبيخلص حاله وبيمشي بسرعه. وبيحصل كمان على مستوى العائلات والمجموعات، يعني مثلا مجموعة معينة تزرع فيك انك شخص فاشل، فتبدأ تصدق ده وتبدأ تمارس ده وتفضل طول حياتك مصدق ده عن نفسك، مع انها في الحقيقة اصلا انت مش شخص فاشل ولا حاجة، بل الصفة دي صفة من صفات المجموعة ككل، فتبدأ تحس انك فعلا بتفاشل وبتطبق ده. على العكس برضو ان انا ممكن اقعد اعظم في شخص وصله ان احسن حد في الدنيا لحد ما يبدأ يشوف نفسه على الناس اللي وصلوا له ده اصلا. أخطر ما في الموضوع إن هو ممكن يحول البني آدم لبني آدم مختلف تماماً، والأخطر بقى إنك مسؤول، إنت اللي سمحت لحد إنه يلبسك الدور اللي إنت لبسته، وإنت اللي وافقت إنك تكون جزء من سيناريو بتاع حياة شخص تاني. طبعاً اللي بيلعب اللعبة دي بيبقى جواه هدف وعايز يوصل لنتيجة حتى لو من غير وعي من عنده أو من غير قصد. واحد عايز يطلع كل الغضب اللي جواه مع كل اللي بيتعاملوا معاه، بيبقى عايز يثبت لنفسه ان كل الناس مش بتستحمله. الفكره بقى ان اللعبه دي قديمه ومستهلكه وعميقه، وملهاش اي هدف غير الهروب من المسؤوليه وانك تثبت لنفسك انك غلط. طب وبعدين؟ كل واحد فينا جواه فلتر، انت بس ما بتكونش واخد بالك منه عشان انت مش بتستخدمه، لكن الفلتر ده موجود، مطلوب منك كل يوم انك تستخدمه، وبعد شوية تتعلم ازاي تستخدمه كل ثانية وكل دقيقة وكل ساعة. طيب هتستخدمه ازاي؟ اول ما تلاقي مشاعرك او في مشاعر جواك غريبة عليك وعلى فطرتك وعلى طبيعتك، هتحاول على طول تسترجع اللي حصل قبلها، هتحاول تستخدم الفلتر ده. انت كنت مع مين؟ اتصلت بمين؟ شفت ايه في التلفزيون؟ اتعاملت مع مين؟ فين وازاي وليه؟ وتبدأ تستخدم الفلتر ده وتنقي نفسك من شوائب الناس اللي حواليك اللي تخلصوا منها عندك، وارمي لكل واحد حاجته عشان تعرف تبدأ دورة جديدة من تنقية نفسك كل يوم.